جريمة هزت قبل مدة الشارع اللبناني عن أبشع أشكال جرائم العنف المنزلي، فاطمة بكور التي قتلت مع جنينها. عايدة بكور والدة فاطمة بكور، الله يرحم بنتك ويعوض بسلامتك، وشكرا لحضورك الليلة. شكرا الله يخليك. 21 آب 2013، كيف وصلك الخبر؟ أنا ساكنة ببيتي بالجبل بالصيف، بيجي قرابتي بيقول لي أخوكي بده إياكي قومي معي. لبست تيابي ونزلت. لوين؟ قال على السير. أنا بسير الضنية، كل الطريق اسأله ما يقول لي شي، شوفي شوفي ما يقول لي شي. وصلت لمرياطة منطقة، الحمد لله وصلت لمرياطة، قلت له شو جايين نعمل هون؟ قال زوجك بده إياكي. نزلت من السيارة، بيركضوا جيراني علي، أم حسون صلي على النبي، أم حسين صلي على النبي، إن اللهم صلي على النبي. شوفي، قال الله يصبرك، لك يا جار شوفي، يا ما بقى حدا يقول لي شوفي. تجي بنت خالي مع ابنها بالرانش، افتحوا لي الباب وبياخذوني. مفرق بيت بنتي، يعني في مسافة بين بيتي وبيت بنتي بيجي شي 5 دقائق، يعني 10 دقائق. بوصل للمفرق، شوفي، قال بنتك وقع كاسر أفوف ووقع كاسر أجرة. قلت له هلا انتو جايين من الضيعة لهون على فوف وكاسر أجرة، جاه الله بصدرك فوف وماتي. قال الله يصبرك، ضبحة السورية. فكرنا بالأول انه جريمة سرقة دابحينا. نزلت لتحت، طلعت العالم وقلت الدنيا ما فيني شفت بنتي. والله ليدي أنا حدا، الله يرحمها. شكرا. كيف تم قتلها؟ دبحها هيك هيك هيك. أنا شفتها تاني يوم على الغسيل، قلت لهم بدي أشوفها، شفتها هيك هيك هيك. قلتي أول شيء إنه افتكرتوا جريمة سرقة، أي أدلة أم أي أمور لاحظوها الناس وقالوا إنه سرقة؟ في مفتوح الجارور ومفتوح الخزانة، بس لا في كسر ولا في شيء، إلا الخزانة مفتوحة، الشفونيرة مفتوحة، هيك شيء بس، والذهب مش موجود. حتى إنه دلائل بتشير إنه في نشافة بالأراضي، في إنه متعاركة هي والمجرمين. هيك على أساس؟ ايه. والتحقيق صاروا يبحثوا، وفات المدعي العام لجوا، وهو انه بين انه اللي الشيء من جوه من جوات البيت، الزق البنت المربطه فيه، هيدا تبع الاكل، ملف فيه الاكل والساندويش، ربط لها ايديها، ربط لها اجلكم اجريها، لزق لها تمها، كله من البيت من عندها من المطبر. يعني ما في شيء من برات البيت ليشير انه حدا فايت أو كسر باب أو خلع شباك، أبداً أبداً أبداً. وبنفس الوقت في معالم سرقة، في، لأنه الذهب مختفي وهيك. التحقيقات شو بينت بعدين؟ أول شيء اتهموا أشخاص أنه طلعوا بريئين، بعد 10 أيام تبين أنه زوجة. الحمد لله. لما اللي يعني أنا ما صدقت، لما اللي اجوا قالوا لي انه المحامي تبعنا قالنا انه زوجة، ما خليته يكفي الحديث، لو انا برفض ما بصدق. انا صدمتي فيه كانت يطلع زوجة اكثر ما يكون، اكثر من صدمة موت بنتي، لانه ما كان مبين على شيء، كان ثنائي جميل جدا، ولا يوم زعلها ولا يوم يعني رفض لها طلب. بنت طفلة عمرها 20 سنة مثل الورد. ليش؟ الله يرحمها لفاطمة. قلت لي 10 أيام، بهالفترة كيف تصرف الزوج؟ تصرف الزوج مسكين وبيوجع القلب منكسر، حرام، يعني صرنا نبكي عليه انه حرام، اخترب بيته، ماتت مرته، مات ابنه، جنين حامل بال7 شهور، يعني كيف بدي اقول لك، يعني صرنا يا حرام ووجعلنا قلبنا. لما قال لي يا مرت عمي ويني فوفو، نسيت انه بنتي ماتت، صرت غامرته وضبطته، حطته كابن من ولادي، كرامة مين؟ لحظات التشيع كان الزوج، كان الزوج، لما اجى الزوج، لما وصلنا ولقينا هالشي نحن وهيك، اجى من وظيفته، يعني هون بيته
عفوا هون بيت اهله هون بيته، ما فات على بيته، فات على النسوان، فات صار العفو يعيط ويجعر ويني ويني بدي اشوفه. على اي اساس شكوا فيه واي اي خيوط دلت الى وصول انه الزوج هو قتل مرته؟ الخيوط هلا المدعي العام شغلت ايدي، فاتت على البيت لقت هالطفله بالارض ليه نايمه بالجوري مسلمه ببيتها بتختها، صور عم تعمل ضيافات لحماتها بالليل لانه حماتها جايه بالصبح جايه من السفر. قام يا سيدنا فاتت لجوا على البيت، طبعا بصمات، طبعا ما في شيء من برات البيت ابدا، ما في، في من جوا مش طالع لبرا، هلا اللي فايت يبين حتى اللزاق من البيت سكين انه ما في شيء من برا ابدا، ما بيبين اذا في دعسات برا، في خطوات، في بصمات، ما في الا بصماته. هذا الشيء ادى الى يعني الى طبيعي. الى توقيف الزوج طبيعي، بصماته بصماته. شو اعترف عن الجريمه؟ اي ساعه قام بالجريمه؟ وبعد الجريمه كيف تصرف؟ شو قال؟ هلا قال بالتحقيق انه بالاول انه حرام قال ما معه خبر شيء مزبوط، بس اعترف بعد ضغط عليه انه هو ارتكب الجريمه الساعه 5 الصباح. قال تشجر هو وياها بالليل بالسهره، تشجر هو وياها وقام الصبح الساعه 5 بنت الساعه نايمه رجع لزق لها تمها، اول كل شيء رجع لزق لها ايديها، لزق لها اجريها، وجاب السكين اكفت على المطبخ، جاب اكبر سكين بالمطبخ واجا. قال هو ما كان قاصد بس عم يفزعها. قام هددته، طيب كيف هددته هالطفله اللي ملزقه تمها؟ بشو هددته؟ انا بدي اعرف بشو هددته لذبحها. واحد بفزع مرته بسكين؟ كيف؟ وحده حامل وطفله عمرها 20 سنه، كيف بسكين عم يفزع؟ كيف؟ يعني هو قتل زوجته وقتل ابنه، ليش كان رافض الجنين؟ ما كان رافضه ابنه، كان فرحان فيه جدا جدا جدا. صدقني استاذ مالك وقت اللي عرف انه صبي جاي بيعمل لي يا تيتا نحن جينا صبي، وهيك عرفت كيف؟ انه انا حميته جاي عم يبشرني كيف انه مبسوط. ليش ذبحها؟ انا اللي بدي اعرفه ليش، بس شو السبب؟ ما بعرف. كان ثنائي جميل كثير هو وياها، ابدا ما كان في خلافات، لا ما كان لا في لا. أي... صدقني يا استاذ مالك نحن لو انه شاكين او عارفين يوم من الايام رفض له طلب او حكيها كلمه، عروسه 11 شهر اي ما تحلن يتمشكلوا، لو عارفين انه مجرد كف اكلته منه صدقني ما تركناها معه، لانه ما عنده اولاد لحتى يلوا ذراعنا كرماله لحتى نخليه. هيدي طفله بريئه مربيه على الغالي. حسب اعترافاته هو شو قال؟ يعني قال ارتكب الجريمه، صارت الجريمه، وقت الجريمه شو عمل دغري بعد الجريمه؟ هو شو عمل دغري بعد؟ غسل السكين، ردها لمحلها، بنطلون سيرفيتمون كان لابسه والفانيلا غسلهم، وفل على شغله، سكر الباب عادي وفل على شغله عادي، وصار يحدث اخوه بالفان من الشمال لجونيور بيشتغل، وحدثه عادي طبيعي. هلا باعترافات وهيك قال ابدا ابدا ابدا، وين ابتدى كاتب باعترافات انه ممثل، بالفعل كان عم يمثل على العالم كلياته. باعترافاته شو قال عن السبب؟ قال تشاجر هو وياها، تشاجر هو وياها من عشيه، وكان بده يخوفها في شيء ما بنعرفه. اي شو شو الحكم الصادر بحقه؟ لسه هلا وصل للجنايات، هلا عنا ب 18/11 جلسه بالجنايات، وبطلب من الدوله اللبنانيه انه هون بالارض تعرف لي ليش ماتت بنتي، ليش ماتت طفلتي، ليش ماتت حبيبه قلبي وهالطريقه هيدي. بنت عمري، بنت 20 سنه من عمري، هي شايلتها مخبيتها للزمن، شايلتها الحيله والفتيله، عندي غيرها وحده ثانيه بالكويت بس هيدي ربيتها، ما عندي يعني غيرها بالبيت، وخبيتها للزمن لكبرت يعني. ليش ذبح لي اياها هيك؟ ليش؟ بطلب انا انه بس اعرف ليش، ليش بنتي انذبحت؟ انا عارفه رب العالمين بده ياخذ لي حق بنتي، بس حقي بهالارض وحقي على الزيني وحق تربيتها 20 سنه، بدي القانون ياخذ لي اياه، بدي الدوله اللبنانيه تاخذ لي اياه، لاعرف ليش بنتي انذبحت.
وإن شاء الله بشوفها بالآخرة يا رب. الله يرحمها. نساء رووا بدمائهم قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي تم إقراره بواحد ديسمبر 2014 والذي أقر ليحمي النساء من عنف لم يتوقف وبات لعنة في مجتمعاتنا. شو بتقول اليوم لكل امرأة معنفة ببيتها؟ شو بدي أقول؟ ما تسكت على الظلم، ما تسكت وتحكي وتطلع وتقول، لأنه لقلك شيء أنا أستاذ مالك، بنتي كان من شيء 20 يوم قبل القصة حس بحزن بعيونها، بس ما يوم قلت لي شيء ولا يوم خبرتني. اسألها ماما شو بكي؟ ماما حس حزن بعيونك. تقلي ماما انه بس أكلنا هم الولادة. بطلب من كل امرأة، من كل بنت، ما تخبي شيء عن امها ولا تخبي شيء عن اهلها. تقول لو قال لها كلمة تقولها لامها مشان ما يصور فيها مثل ما صار بفاطمة بكور. لو خبرتني اي شيء فوفو ما صار فيها هيك، صدقني ما صار فيها، بس هيك نصيبه والحمد لله يا رب. الله يرحم فاطمه. الله يرحم.